أهلا وسهلا بكم، أحييكم من مكاني هذا في قلب النادي الأهلي، الكيان الأسطوري العظيم صاحب الانتصارات المدوية وصفحات المجد النصعة، قلعة المبادئ ورمز القيم، محراب النجاح وعنوان التفوق. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الأستاذ محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن، السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، الحضور الكريم. قال من سبقونا أن المنتصرين هم من يكتبون التاريخ، ولسنا ننكر أبدا أن هذا بالفعل صحيح، ولكن يحق لنا أن نقول في هذا اليوم الكبير ومن قلب مؤسسة الرياضة العريقة أن التاريخ أيضا يكتبه كل الباحثين عن النجاح، وكل من يجدون العمل من أجله، وكل من يجتهد في تحقيقه، وكل من يصلون إليه. كل ناجح يستحق بالفعل أن يتبوأ مكانته في صفحات التاريخ، هكذا علمتنا التجربة، وهكذا علمنا الأهلي على امتداد العقود. النجاح حقا هو الآخر يكتب التاريخ، ولست أشك لحظة أن المناسبة التي نجتمع من أجلها اليوم تستحق أن تحتل مكانها البارز ساكنة في صفحات التاريخ الرياضي. اليوم نحن على موعد مع مؤتمر توقيع عقود رعاية برزنتيشن للنادي الأهلي. هذا المؤتمر ليس من نوعية الأحداث التقليدية العابرة، ليس مساحة من الزمن نلتقي خلالها ثم يذهب كل منا إلى حال سبيله. هو حدث بارز وعلامة فارقة، ليس شبيها بأي من الأحداث المماثلة. الحدث في واقع الأمر نموذج استثنائي فريد يتسم بكثير من الأهمية والقيمة والدلالة، ولأسباب كثيرة تنطوي خطوة الرعاية بين الأهلي وبرزنتيشن على شراكة بين مؤسستين، لكل مؤسسة منهما مكانتها الرفيعة والمتميزة ورصيدها الكبير على مستوى مصر، كل في مجاله. الأهلي يظل على الدوام تجربة رائدة في مجال الرعاية الرياضية تكاد تمتد إلى ما يقرب من 4 عقود، تجربة وبكل معنى الكلمة غير قابلة للمحاكاة أو التكرار. عبر هذه السنوات الطوال ظلت قيمة الحقوق ترتفع المرة تلو الأخرى، حتى وصلت اليوم مع برزنتيشن إلى رقم قياسي غير مسبوق على الإطلاق. وتبقى برزنتيشن حالة استثنائية تستحق التقدير والاحترام. تجربة ظلت تحفر علامات النجاح على طريق طويل وشاق وصعب، حتى باتت العلامة الأبرز في الرعاية والتسويق الرياضي في مصر. ووصل الأمر إلى حد أنها صارت النموذج الذي يحتذى به لكل من يريد محاكاة النجاح في هذا المجال. الأهلي وبرزنتيشن في عقد الرعاية الذي سيتم توقيعه بعد قليل يجسدان معا تتويج لجهد طويل وكبير واجه فيه كل في ساحته تحديات انقسام في سنوات صعبة. ولو قدر يسير من هذه التحديات حملتها الجبال ما احتملت وجودها ولو للحظات. واسمحوا لي أن أقول إن من يدقق فيما جرى لن يتعب كثيرا في اكتشاف أن تدابير القدر، نعم هو القدر بالفعل الذي وضع الكثير من التحديات على الطريق، ونفس القدر هو الذي هيئ الأجواء لصنع هذه الشراكة المهمة عبر عقد رعاية جديد يمثل العبور في هذا الشهر العظيم فوق مصاعب واجهت صناعة التسويق وصناعة الرياضة قبل سنوات. هذه التحديات مقدمة لصنع تجربة استثمار جاد وحقيقي تستحقه مصر وتستحقه الرياضة في مصر. الأهلي وبرزنتيشن خطوة جديدة تنشد المستقبل
وتستشرف آفاقه الرحبة وتعمل من أجله وتنظر إليه بكل الأمل والطموح. خطوة لا تلتفت للماضي إلا بقدر ما فيه من دروس وعبر من أجل المزيد من النجاح وتجنب الأخطاء. إن من يحب هذا الوطن ويتمنى له النجاح والخير والتقدم سيضع هذا اليوم ضمن الأيام الكبرى التي سيبقى ممتنا لها سعيدا بها ولن ينساها أبد الدهر، لا هو ولا التاريخ. كل الشكر لكم وكل التوفيق للأهلي وبرزنتيشن في مستهل عصر جديد. بداية المؤتمر كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس النادي الأهلي، فليتفضل.